من كلامك ونروح لمباراة النهائي ما بين منتخب مصر ومنتخب كاب فيردي. حقيقة هو نهائي غير متوقع، لأن كل دايما النهائي بيبقى شمال أفريقيا، مصر، تونس، الجزائر. ده من تقريبا 38 سنة، من سنة 1983، والنهائي ما بين الثلاث دول دول كان يمكن في سنة 83 كان الكونغو وصلت، ساعتها الجزائر خدت البطولة. شايف ازاي النهائي ده؟ يعني طبعا انت شفت الشوط الاول كان خلصان 24-12 دبل سكور، فارق جدا واضح جدا، فارق الا خبرات والمهارات. دلوقتي 28-15، شفت ازاي المباراه دي يا كابتن؟ بص يا احمد، هو خارطه كره اليد على مستوى العالم كلها بتختلف. لو احنا تابعنا بطوله دوري اوروبا هنلاقي ان في فرق كانت بعيده جدا ابتدت تقرب. دوري افريقيا زي ما حضرتك اشرت في بدايه الثمانينات كان في فرق مهيمنه على القاره الافريقيه زي نيجيريا وزي انجولا، ابتدت تغيب فعلا الفرق دي لمده 44 سنه او 45 سنه. انا اتوقع ان خلال الفتره اللي جايه ان المستوى الافريقي يعود، وده ليه اسباب كتيره جدا. السبب الاولاني ان هو كل اغلب لاعبي الفرق الافريقيه دلوقتي خرجوا للاحتراف الخارجي في دوريات اوروبيه اكسبهم ميزه كبيره جدا، وهي ان هم ابتدوا يقربوا من المستوى العالمي. مستوى منتخب مصر انا شايفه ان شاء الله يعني بعد فوزنا النهارده في بطوله افريقيا بإذن الله. ولكن يعني يجب على منتخب مصر نقطه ومن اول السطر بقى لاعاده صياغه الامور في نصابها الصحيح من اول وجديد تبعا للمرحله القادمه، لان زي ما انا قلت لحضرتك الخريطه كره اليد بتتبدل. الدول الافريقيه انا اتوقع خلال البطولات الافريقيه القادمه هيبقى في منافس او اتنين غير تونس والجزائر والمغرب متسيدين نهائيات البطولات الافريقيه. ايه الفرق ما بين المباراه النهائيه النهارده والشوط الاول اللي حضرتك شفته وما بين مباراه تونس؟ مباراة تونس كنا بنتوقعها أسهل من كده شوية، طبعا نتيجة ليه نتيجة المنتخبين في ألعاب البحر المتوسط، وكله شايف إن ممكن تبقى نفس النتيجة والمباراة تبقى سهلة، ولكن حدث العكس تماما، وكانت مباراة قوية جدا وانتهت في لحظاتها الأخيرة. بص يا أحمد، أنا لما لاعب منافس أنا عارف ردود أفعاله ومتوقعه، دي حاجة كويسة. لكن احنا كلنا عارفين حتى مع فريقنا الزمالك لما كنا بنطلع ونلعب بطولات الأفريقية، المنافس اللي حضرتك بتلعبه أنت مش متوقع رد فعله. أولا حارس المرمى بيتحرك تحركات في بعض الأحيان تحركات عشوائية بتخلي لاعبي المنتخب مصر يحصل لهم توتر، لأن هو بيبقى شبيه بحارس كرة القدم كده بيترمي يمين وبيترمي شمال، وإحنا بنشوف ردود الأفعال دي في يعني لاعب زي أحمد الأحمر مثلا مش متعود على أن الحارس بيتحرك التحركات دي، أو علي زين، فتلاقي لاعبي منتخب مصر مستغربين جدا التصرفات. فده اللي بالظبط اللي حاصل، ان الفرق الكبيره زي منتخب مصر وزي منتخب تونس لما بتيجي تلعب الفرق الافريقيه ما بتبقاش متوقع ردود الافعال. ده جانب. الجانب الثاني الخشونه الشديده جدا اللي بيلعبوا بيها الفرق الافريقيه، ودي طبيعه لعب بتخلي اللاعب العربي اللي هو تونس والجزائر بيبقى خايف شويه من رد فعل اللاعب الافريقي، لانه ممكن في حركه يقضي على مستقبل لاعب يعني. فدايما احنا نقول ايه للعيبه بتاعتنا، العب مستواك القوي وما يعني ما تستهونش بالمنافس اللي قدامك، والعب بمنتهى القوه. وده اللي حصل النهارده في بدايه الشوط مع منتخب الراس الاخضر، ان منتخب مصر لعب بالمستوى الحقيقي بتاعه فابتدى يحرج المنتخب تاني. لكن احنا لو كنا بنلعب معاهم بنفس مستواهم كنا هنلاقي نتيجه مختلفه تماما.